أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات الإقلاع الخاصة بلابتوب توشيبا التيكرا R480-14D. خليكم معنا. بالبداية أصدقائي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. لا تنسوا ما تدعمونا بالإعجاب لأنه هذا الشيء عم يزيد من انتشار الفيديو. إذا كان عندك أي سؤال عن أجهزة التوشيبا اترك لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. إذا أصدقائي للدخول إلى البيوس الخاصة بلابتوب التوشيبا اللي بين إيدينا كل ما علينا إلا تشغيل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F2 أو بالضغط الثابت. مثل ما أنا شايفين فوتني على البيوس الخاصة بهذا الجهاز. بالقائمة الأولى مواصفات الجهاز بالإضافة لتعديل التاريخ والوقت. طبعا من هذا الجهاز فيك من هي اللوحة فيك تغير اللغة الخاصة بالبيوس. السكيورتي هي المكان لوضع باسوردات خاصة بالهارد أو بإقلاع الجهاز. بهذا التبويب أصدقائي الإي ساتا مثل ما أنا شايفين خليها بحالة إنابل، خليها بحالة إنابل لتفعيل مدخل الإي ساتا اللي بجانب الجهاز. ننتقل لعند أدفانس. بهذا المكان شباب الفيرتوليزيشن تكنولوجي خليها الفي تي أند في تي داش دي، تمام؟ فعل التنتين سوا. مننتقل انتقالات سريعة لعند تشينج بوت أوردر، ندخل عليها وبهذا المكان فيني عين الأداة اللي بدي أقلع عن طريقها إن كانت فلاش ميموري أو السي دي روم. بالضغط الانتر نضغط انتر وبقدر عدل عن طريق هي الادوات اللي بدي اقلع عن طريقها. فمثلا عندي الفلاشة التوشيبا هون بدي اقلع فيها هي بالبداية، خليها هي اداة الاقلاع الاولية عن طريق الاف 7 صعودا والاف 6 نزولا برفع الاداة. بدي اقلع عن طريق السي دي روم مثلا برفع عن طريق الاف 7 بخليها بالبداية. انا بدي اقلع عن طريق الفلاشة صراحة بخليها بالبداية وبخلي الهارد وراها مباشرة، او اذا كنت حابب خلي الهارد هو اول شيء اقلع كذلك الامر برفعه للاعلى. بعد ما انتهيت من التعديل بضغط انتر لتثبيت الاشياء اللي حددت الاقلاع عن طريقه، ومثل ما انا شايفين ثبت لي ياهم. بعمل بالسكيب رجع لورا، بدخل لعند سيستم كونفيجور. بهذا المكان أصدقائي في عندك الساتا كنترولر أو الساتا كنترولر مود، منخليها الـ AHCI لحتى أخذ أداء أفضل لهاردات الساتا. طبعا منلاحظ الكروت أو الأدوات المدمجة بالجهاز من الوايرلس لان والبلوتوث والكذا كلها تخليها بحالة إنابل، فعلها كلها بحالة إنابل. راجع لورا عن طريق السكيب. اخر شيء الاكزايت، اما الخروج بدون الحفظ تمام او استعاده ضبط المصنع باللود سيت اب ديفولت، او بالضغط على زر الاف 10 مثل ما انا شايفين دوري بيعطيني انه انت هلا رح تخرج مع الحفظ. تمام، انا بدي احفظ طبعا هي الاعدادات اللي هلا عدلتها، وبالضغط على حرف الواي، حرف الواي مثل ما انا شايفين وذاكر لي، بضغط واي بيعيد تشغيل الجهاز وبيحفظ الاعدادات يلي انا قمت بتعديلها. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.